تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالعناوين. اكتظاظ كبير في وسائل النقل العمومي يزيد الوضع تهزما مع ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي، ووزارة النقل تسعى إلى تحسين جاهزية الأسطول. تحركات احتجاجية في ولايتي الكاف وتوزر للمطالبة بالتنمية والتشغيل، وإلى هاتين الولايتين الأهمية اللازمة. واجتماع 5+5 العسكري بسرت يتفق على ترتيبات بدء وقف إطلاق النار بالتوازي مع التقدم في نقاشات ملتقى تونس للحوار السياسي الليبي في يومه الرابع. البداية بمشغل يستحوذ على اهتمام الآلاف من المواطنين يوميا، وهو النقل العمومي وما يرافقه من إشكاليات عدة على رأسها الاكتظاظ، ليزداد تأزم الوضع مع تطبيق البروتوكول الصحي. كاميرا الأخبار تنقلت في الصباح الباكر إلى مناطق عدة ورصدت متى إمكانية الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات في الحافلات وفي المترو خاصة خلال فترات الذروة. الحال ساعات الصباح الأولى كما رصدته عدسة الكاميرا على مدى يومين في نقاط مختلفة بين طبربة وجليل، أتضامن البساتين وغيرها من النقاط. اكتظاظ واكتظاظ، أبواب حافلات مفتوحة، مواطنون بكمامات أو بغيرها متلاصقون، غيرهم يتشبث بركاب آخرين أو بعمود الباب ليضمن موطئ قدم داخل الحافلة، ولتنتفي بذلك أبسط مقومات السلامة الجسدية والصحية. ويبقى البروتوكول الصحي في وسائل النقل هذه مجرد حبر على ورق، وصورة هنا أبلغ وأدل من الكلام. ويتكلموا على الكورونا، شفتوا كيف هي العباد معبيه هكا يوميا هكا الكوفيد على هنا يسكر في النقره. وينو التباعد اللي يحكيوا عليه ويقول لك مترو ونص ومترو؟ وينو المترو خاطر كار واحدة تجي الصباح يا رسول الله معبيه معبيه معبيه، حتى واحد ولا يتنفس بالفايه كلها ديما معبيه. الصباح فرد وقت الناس كل تخرج مع بعضها، كيفاش باش تصير التباعد؟ هاك تشوف وينو التباعد؟ الناس كل لاصقه بعضها، لاصقين بعضنا نتنفسوا جوه بعضنا، البيبي المحلوله فوق بعضهم الدز واللز، معناتها شافوا القهاوي والسنرات والكران نساوهم معناتها معبي. ووسط هذه الصور تأتي رسالة خاصة إلى وزير النقل من مواطنة اختارت أن تنزل من الحافلة وتفوت موعد عملها لتبلغ صوتها. تو هبطت بالذمة، أنا هبطت بالذمة باش نكلمك، بربي وصلوا الصوت بربي لوزير النقل، نقول له بربي بربي أعطونا شوية كيران وخلونا نبعدوا على بعضنا من المرض، انتم ما تحبوا العباد ترتاح، خلينا معناها اعطونا شويه كيران موسع العباد على بعضها مش لاصقه في بعضها. وضعيه صعبه ومعاناه يوميه يتشارك فيها المواطن مع العامل. وضعيه صعيبه ومعنا ربي وكاو. وهاك تشوفوا في الظروف على عين المكان شنو اللي فما صاير. اكتظاظ، ازدحام، التصاق، ناس معناها والمواطن زاد ماهوش واعي. مواطن يطلع معناها كيما يحب هو ما غير بافيت وما فماش حتى شيء، معناها با سيكوريتي. المشكله وين؟ عندنا نقص الماتريال. كان جاء عندنا ماتريال ما يصيرش الاكتظاظ هذايا الكل، ثماش تباعد ما ثماش. ساعات نخرجوا يعني من هنا الحي تضامن نوصلوا للانطلاقه فهمتني، البيبان نتاع الكيران تتحل. يعني ثم ريسك للشوفير، ثم ريسك للخلاص، ثم ريسك زاد للمواطن. خطر يهدد العمل ومستعملي النقل العمومي في ظل إخلالات بالجملة يسجلها البروتوكول الصحي بالحافلات والمترو، يبقى معها الخطر قائما وبشدة في غياب التباعد الجسدي الركيزة الأساسية للسلامة وتجنب العدوى، ليظل السؤال مطروحا حول مدى نجاعة بروتوكولات وقرارات وإجراءات لا تطبق. تساؤلات المواطنين وتذمرهم من ظاهرة الازدحام في وسائل النقل العمومية جراء غياب السفرات المتواترة نقلناها إلى شركة نقل تونس التي أفادتنا بالرد التالي. في أوقات الذروة الحافلات تبدأ معبية، ونشوفوا حتى بيبان محلولة والظواهر هذيك. احنا كيفاش باش نجيبوا الظواهر هذه؟ قاعدين صحيح فما خدمة تقعد تخدم تو
على مستوى على المدى القريب يعني، اللي هي تحسين نسبة جاهزية الأسطول، واللي فما دعم كبير قاعد جاي للمؤسسة باش نحاول نخرجوا أكثر عدد ممكن من الحافلات نتاعنا. احنا تو تقريبا عندنا 550 حافلة يدوروا كل يوم، الصباح يبداو 550 حافلة، مي احنا نحبوا نوصلوا ل 750 حافلة. دونك باش نوفروا 750 حافلة دونك لازمنا قطاع غيار، واللي احنا تو كانت فما مشاكل معناتها مالية مع مختلف المزودين قاعدين نحلوا فيها بشوية بشوية، إن شاء الله في القريب العاجل باش تحل الإشكاليات هذه، باش تحسن نسبة جاهزية الأصول، يمكن نطلعوا على 65-70%، وهكاك باش نزيدوا نحافظوا على التباعد الاجتماعي. كيف كيف زاد عندنا دور كبير في 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 المحطات نتاعنا، قاعدين نقوموا بالتعقيم نتاع المحطة، التعقيم نتاع الحافلات كل ما يجيو خارجي. بالنسبة للمترو نسبة الازدحام ديما كيما قلت أقل شوية من الحافل. رغم صحيح في اوقات الذروه زاد كيف كيف عندنا اشكاليات، احنا راه نقوموا قريب 9000 سفره يوميه بالحافله، وقريب 1200 سفره بالمترو، وقريب 150 سفره بالتي جي ام. هذه 100 سفرات يوميه منظمه، كان فما سفرات اضافيه كنا نقوموا بها تو خاطر ما ثماش طلبه يقراوا، تو باش يرجعوا الطلبه. الحقيقه عندنا 173 حافله مخصصين للنقل نتاع الطلبه. نحبوا ندعوا المسافرين نتاعنا باش يرتديوا الكمامات نتاعهم. بالنسبة للحافلات راهو في الصباح في أوقات الذروة مش بالضرورة باش يكتظوا على حافلة بعينها، راهو صحيح عندنا شوية تأخير، مي راهو الحافلات في جرة بعض في الصباح يبداو في جرة بعض، الديكالاج أنت والطول نتاع الخط، أما خطوط بعينها في إشكال كبير، وعندنا قائمة قاعدين نحضروا فيها تو نتاع الخطوط اللي فيهم إشكاليات كبيرة هذا. من عندنا جهة رواد لا ليني نتاع تبربة، دونك الجهة نتاع تبربة مغادي، فما إشكاليات تاع الخط 33، عندنا بعض الإشكاليات هذم قاعدين نخدموا عليهم مواضيع هذا. وفي تطور الوضع الوبائي أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم وحسب الأرقام الرئيسية المسجلة بتاريخ 11 من نوفمبر، أعلنت تسجيل 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 21 وفاة، وقد بلغ عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات 1535 مريضا، منهم 142 مريضا يخضعون حاليا للتنفس الاصطناعي بالقطعين العام والخاص. مثل الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع الاقتصادي والاجتماعي محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشي، وقد أكد رئيس الجمهورية أهمية إيجاد حلول جذرية للمشاكل المطروحة، داعيا إلى اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة هذه الأوضاع تقطع مع المقاربات السابقة التي أثبت التاريخ فشلها وفقا لبلاغ رئاسة الجمهورية. كما تناول اللقاء الوضع المالي وخاصة مشروع قانون المالية التعديلي ومشروع قانون المالية للسنة القادمة، وأيضا تطورات الوضع الصحي في مختلف جهات البلاد، وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ مبادرات جديدة كل ما استوجب ذلك حسب نص البلاغ. تجمعان احتجاجيان شهدتهما اليوم كل من ولايتي الكاف وتوزر للمطالبة بالتنمية والتشغيل، وإلى هاتين الولايتين الأهمية اللازمة. تحرك احتجاجي نفذه اليوم أهالي ولاية الكاف ببادرة من مكونات المجتمع المدني أمام مقر الولاية، شفع بمسيرة سلمية رفعت فيها شعارات مطالبة بإلاء الولاية العناية التي تستحق، ويرمي هذا الاحتجاج تحديدا إلى مطالبة الحكومة بحق أبناء الجهة في التشغيل والتنمية. مطالب الأساسية هو فتح الملفات الحقيقية، فتح الملفات الحقيقية، ونحبوا نعرف المجلس السجاهي وشنو فيه قرارات، اش فما الحكومة، شنو مبرمجة للكيف. المطالب معروفة الحقيقة من 2011 اللي هي الشغل والحرية والكرامة الوطنية اللي خرجوا عليها التوانسة. احنا اليوم في الكيف نحبوا نعرف وين وصلنا بالحكومات المتعاقبة، ونحبوا تحل ملف الكيف والتشغيل والتنمية والعيش الكريم في ولاية الكيف بطريقة جدية المرة هذه بدون تسويف. من حقنا التشغيل، من حقنا التنمية، من حقنا تعليم باهي، من حقنا صحة، من حقنا نخدمه، من حقنا نعيشه، من حقنا نشوفه الدنيا، حق الولاية، حق البطال، حق الأم اللي قرت واللي ورث، حق البو اللي صرف دم قلبه. ولا يختلف المشهد كثيرا في ولاية توزر التي شهدت بدورها تجمعا احتجاجيا أمام الولاية للمطالبة بتفعيل قرارات مجالس وزارية جهوية سابقة للدفع باتجاه الاستجابة لمطالب أبناء الجهة في العيش الكريم. التحرك هذا مش من فراغ،
مثلا اكثر المطالب اللي ندعموا منها ولا نطالبوا بها هي تفعيل القرارات المعلنه في المجالس الوزاريه 2015 2018 اللي صارت في برئاسه الحكومه حبيب الصيد ويوسف الشاهد، اهمهم توفير 9000 مسكن اجتماعي ما شفنا منه حتى شيء، توفير كما نقولوا اراضي فلاحيه وتشجيع اصحاب الشهائد العليا والعاطين على العمل على اراضي فلاحيه ما شفنا منهم شيء. اليوم في العائله تلقى ثلاثه ناس متخرجين حامل شهائد عليا وهم قاعدين في الدار، لا لي شيء، ياخذ في مصروفه من بابا من امه، لا لي شيء، ما طالب طالبين نخدموا يا اخويا، تخرج ما نقرينا اخويا تخرجنا طالبين نخدموا. وللجهه ايمن المجاوي، وردا على مطالبه الاهالي بتفعيل قرارات المجالس الوزاريه لسنتي 2015 و2018 بين ان هناك تقدما في المجال وتصورات لتنميه الجهه ستصاغ لعرضها على المخطط الخماسي القادم. القرارات 2015 و2018 معناتها فما تقدم كبير في هذه القرارات، وصار حديث مع اتحاد الشغل على كيفيه بلوره بعض امكانيه تصورات جديده اللي نجموا يقع طرحها على مستوى الوزارات او على مستوى مجلس وزاري. تعرفوا كيف انه باش ننطلق عن قريب في المخطط الخماسي 2021-2025، كذلك باش يصير فيه تفكير ويصير فيه حوار بين المجتمع المدني والمنظمات وكذلك كل الادارات الجهويه للتصورات اللي تنجم تقترحها ولايه توزر في هذا المخطط الخماسي. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت أعلنت فيه الحكومة عن اعتزامها تنفيذ برامج تنموية جهوية خلال الفترة القادمة. أدى والي القصرين عادل المبروك بقصر قرطاج اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقد حضر موكب أداء اليمين وزير الداخلية توفيق شرف الدين. النفايات المنزلية الموردة من إيطاليا في إطار صفقة تحوم حولها مغالطات وشبهات فساد عدة، ملف أثار ردود فعل مختلفة إعلاميا وقضائيا ومدنيا، كما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية. تحقيق في الموضوع. أكثر من 200 حاوية من النفايات المنزلية الإيطالية المجمعة تشحن إلى تونس، خبر صعق الملايين واهتز له الرأي العام وأحدث رجة صلب الوزارات والهياكل المعنية بصفقة توريد النفايات التي سيدخل بمقتضاها أكثر من 120 ألف طن من النفايات الإيطالية سنويا التراب التونسي، في تحد غير مسبوق للقوانين والتشريعات التونسية والاتفاقيات الدولية. فما عملية ترافيك كبيرة صارت في العملية هذه، صاحب الشركة قام بخدمة الوكاله، قام بخداع الوزاره باش ياخذ تصاريح على انه باش يجيب نفايات كيما هذا المصب، هذايا مصب ودلايا، هو مصب حي زهور كيما نقولوا احنا نتاع سوسه، على اساس يردمها لهنا. النفايات الايطاليه هذه اللي جاتنا لتونس هي لو كانت ما تسببش خطر ايطاليا ما تبعثهاش تونس. لازم التدخل الكبير من طرف الهياكل الدوله وعلى راسهم وزاره الخارجيه ورئاسه الجمهوريه في التصدي لهذه العمليات. نوعيه المواد كانت مقدمه على اساس ان نفايات بلاستيكيه صناعيه، تم فتح منها عديد الحاويات، نهار اللي هي نفايات منزلية مجمعة تعتبر نفايات خطيرة. اتفاقية بين شركة الموردة ووكالة التصرف في النفايات يتم بمقتضاها قبول النفايات بالمصب المراقب بسوسة حتى تتحصل الشركة على وثيقة إتلاف، خبر يتداوله المجتمع المدني فيما علق عليه السيد الهادي شبيلي مدير إدارة البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة قائلا: التحقيق هو اللي يثبت معناها صحة هذه الوثيقة من عدمه ومن أعطى هذه الوثيقة. تحقيق يكاد يكون جاهز أو جاهز سيتم نشره للعموم. وتتوالى ردود الفعل حول الملف، حيث تعالت أصوات الجمعيات البيئية رفضا واستنكارا لما حصل. هذا إرهاب بيئي ومناش باش نسكتوا عليه، على خاطر يتسبب في مقتل الناس، مقتل الحياة المائية والحياة البرية. ندرس في كيفية رفع قضية دولية ضد الشركات هذه، خاصة أنه كما قلت لك القوانين الدولية والقوانين التونسية تمنع بصفة كلية تنقل النفايات من بلد إلى آخر. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد أذنت لإحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في الموضوع. قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد
الإذن لأحد الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتعهد العاجل في الموضوع. وهنا لابد من الإشارة أن النيابة العمومية تحركت من تلقاء نفسها ولا توجد أي شكاية من أي جهة. مع تقدم الأبحاث ستتولى النيابة العمومية بسوسة واحد اتخاذ الإجراءات المناسبة. نفايات خطيرة تعبر الحدود لترسو في ميناء سوسة في تجاوز صارخ للقوانين التونسية والدولية، فهل ستفلح السلطات المعنية في إعادتها من حيث أتت حتى لا تقبر القضية وتقبر معها نفايات إيطاليا في التراب التونسي؟ ضمن تطورات الملف الليبي، أصدرت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ختام اجتماعها الأول في مقرها الدائم بمدينة سرت بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أصدرت بيانا يتضمن في مرحلة أولى فتح الطريق الساحلي والبدء بإخلائه، ما يسمح بمرور آمن للمواطنين وإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب بفتح الطريق في طرابلس وبنغازي للبدء في مغادرتهم الأراضي الليبية، على أن تبدأ المرحلة الثانية بعد استنفاذ ترتيبات المرحلة الأولى. وفي تونس، وفي ضوء اتفاق بخصوص خريطة طريق تضبط ملامح المرحلة الانتقالية القادمة، جرت الخميس أشغال ملتقى الحوار السياسي الليبي في يومه الرابع. لليوم الرابع على التوالي تستمر النقاشات في ملتقى الحوار السياسي الليبي بوتيرة عالية وروح إيجابية وفق توصيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك في تغريدة على تويتر. أيام الفرطة كان النقاش حول المبادئ العامة، والمبادئ العامة حول وحدة ليبيا ووحدة جيشها ووحدة مؤسساتها وتكوين سلطة سياسية جديدة توحد الدولة. هذه المبادئ العامة اتفق عليها جميع الليبيون، لكن الخلافات ستبدأ أو بدأت منذ اليوم، يعني عندما بدأنا نتحدث عن الأسماء والترشيحات وكيفية الترشيح وكيفية التصويت وكيفية الاختيار. كل هذه الجزئيات تخلق حساسيات، وكل شق يريد أن يكون ممثله هو من يقود المرحلة. السؤال في ليبيا الآن هو ليس التوافق فقط، لأنه التوافق يسمح بالجميع بالتواجد في السلطة، لكن السؤال في ليبيا من يقود التوافق، لأنه في الأخير هناك سلطة، رئيس مجلس رئاسي سيكون من 3 أشخاص ويرأسه رئيس، وهناك حكومة يرأسها شخص. هذا الشخص من سيكون، من أي جهة سياسية، من أي جهة جغرافية، هنا مربط الفرس يعني. ويناقش المشاركون في الحوار أيضا وطبقا لمصادر متطابقة المبادئ العامة للاختصاصات الموكولة لمختلف المؤسسات الوطنية خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، هذا فضلا عن الصلاحيات الموكولة لهذه المؤسسات المركزية، مؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي، دائرة المحاسبات الليبية، ما إلى ذلك. هذه المؤسسات الكبرى في ليبيا والسيادية وقع الاتفاق مبدئيا حول توزيعها جغرافيا في اتفاق وقع في بوزنيقة المغرب ما بين ممثلي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. هذا الاتفاق هل يبقى سائر المفعول أم أنه سيقع تجديده خلال هذا الحوار؟ أعتقد سيقع اعتماده داخل هذا الحوار لربحا للوقت، لكن يبقى دائما نعود لنفس النقطة وهي الأسماء. النقاشات اليوم كانت على أرضية اتفاق بلغه المشاركون أمس بخصوص خريطة طريق مبدئية لإنهاء المرحلة الانتقالية، ومن عناوينها سلطة تنفيذية جديدة توحد الدولة وإيجاد نص دستوري وتنظيم انتخابات في أجل مضبوطة، وهذا ما يراه محللون سياسيون ومختصون في الشأن الليبي قطعا للطريق أمام محاولات التشويش والإرباك لجلسات ملتقى الحوار الليبي. إنه خلال 3 أيام الفارطة لم يبرز تقارب كبير بين الأشقاء الليبيين، خاصة في مسألة التوقيت وفي الفترة الانتقالية التي أقروها في نهاية الأمر 18 شهرا، وبدت فترة طويلة لا تختصر عذابات الليبيين الذين يريدون أن ينتقلوا إلى حالة استقرار دائمة. أما على المستوى الأمني، اجتماعات سرت بين الوفدين العسكريين، هناك تقدم ملحوظ رغم التكتم. نرجو أن يكون الحوار في تونس أن يخرج بمسودة اتفاق أكثر وأعمق من هذه الخارطة التي تعتبر كنواة لا بأس بها، لكنها ليست في آمال كل الليبيين. خارطة الطريق التي تصنف تمهيداً
المرور إلى مرحلة الاستقرار والازدهار تلوح وفق التقديرات قابلة للتنفيذ شريطة توفر الإرادة السياسية ومنع كل تأثيرات القوى الخارجية. لا يمكن إنكار أن المؤتمرين في جمرت واقعون تحت ضغط قوى أجنبية لا تريد أن تتنازل بهذه السهولة على مواقعها في ليبيا، على مصالحها في ليبيا، خاصة وأن الحوار بعد خارطة الطريق هذه سيمتد إلى التفاصيل، أي من سيتولى مثلا توزيع الثروة، من سيشرف على شركة النفط، على التصدير، على غيره، وبالتالي هنا تقع المصالح الأساسية للقوى الأجنبية التي تحكمت في الحوار الليبي. لكن نرجو أن تكون الندوة الصحفية للسيدة ويليامز البارحة هي إشارة أن كفوا على هذا التدخل. ملتقى الحوار السياسي الليبي يؤمل أن يتوج بضوابط للمرحلة الانتقالية المقترنة وجوبا بمستويات الالتزام على المدى الطويل وعلى الأرض في ليبيا. في سيناء جنوب مصر لقي 7 جنود من جنسيات مختلفة مصرعهم أمس الخميس إثر تحطم مروحية لقوة المراقبين الدوليين، ومن ضمن القتلى 5 أمريكيين وفرنسي وتشيكي، وجميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وكيان الاحتلال الإسرائيلي الموقع عام 1979. وفي مستجدات حادثة الهجوم الذي وقع الأربعاء في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية وأوقع 7 مصابين، أعلن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية الإرهابي داعش أمس الخميس مسؤوليته عن الهجوم هذا، ولم يقدم التنظيم دليلا على مزاعمه. وكان الانفجار وقع أثناء مراسم لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى شاركت فيها سفارات أجنبية بمدينة جدة السعودية، مما أوقع عدة إصابات، وهو الثاني حادث أمني يقع في المدينة خلال الأسبوعين الماضيين، كما أنه أول هجوم تفجيري على ما يبدو يستهدف جانب في المملكة. إلى أخبار الرياضة، وضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم يلاقي المنتخب التونسي نظيره التنزاني اليوم بملعب حماد العقر ببرادس انطلاقا من الساعة 8 مساء ضمن الجولة 3 لمنافسات المجموعة 10. مباراة تونس وتنزانيا ستقام دون حضور الجمهور بإدارة الحكم الأنغولي هيلار دي كارفلو، وستسبق مقابلة ثانية بين المنتخبين ستحتضنها العاصمة التنزانية دار السلام يوم الثلاثاء المقبل. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اكتظاظ كبير في وسائل النقل العمومي يزيد الوضع تأزما مع ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي في ظل تفشي فيروس كورونا، ووزارة النقل تسعى إلى تحسين جاهزية الأسطول. تحركات احتجاجية في ولايتي الكاف وتوزر للمطالبة بالتنمية والتشغيل، وإلى هاتين الولايتين الأهمية اللازمة. واجتماع 5+5 العسكري بسرت يتفق على ترتيبات بدء وقف إطلاق النار بالتوازي مع التقدم في نقاشات ملتقى تونس للحوار السياسي الليبي في يومه 4. كالعادة بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في أمان الله.